عندما يتقدم شاب لخطبة فتاة يقوم أهل العروسة بالسؤال عن العريس، وذلك عن طريق جيران العريس وزملائه في العمل عن دينه وأخلاق ذلك العريس، فنجد البعض يخفون الحقيقة عن أهل العروسة، فنجدهم يثنون على العريس ويصفونه بأوصاف ليست في الحقيقة موجودة فيه، لدرجة أنهم يجعلونه من المحافظين على الصلوات في المسجد مع الجماعة، وهو في الحقيقة قد لا يعرف طريق المسجد ولم يركع لله ركعة واحدة، وغير ذلك من ارتكاب بعض الأثام، وما خفي كان أعظم. وكم من ضحية ذهب في مثل هذه القضية. يقول السائل: وهذا ما حصل لإحدى الأخوات الملتزمات، نحسبها كذلك ولا نزكي على الله أحد، ولكن بعد الزواج اكتشفت حقيقة هذا الزوج ومدى الغش والكذب الذي وقع لها من قبل هؤلاء الناس، مما اضطرها إلى طلب الطلاق، فأرجو توضيح حكم الشرع في نظركم في فعل هؤلاء وما نصيحتكم لهم. أولا أبين حكم اللفظ الذي قال عريس وعروسة. نعم. والواقع أنهما ليس عروسين ولكنه خاطب ومخطوبة. طيب. فينبغي للإنسان إذا تلفظ بالكلمات أن تكون كلماته محررة. طيب. منقحة. أما ما يتعلق بوصف بعض الناس للخطيب بأنه ذو خلق ودين وهو بريء من ذلك أو ناقص في ذلك، فهذا والله عين الغش، وهو مخالف للدين، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الدين النصيحة، كررها ثلاث مرات. الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهؤلاء الذين يمدحون الخاطب وهم كاذبون، والله ما نصحوا لعامة المسلمين، بل غشوا وخدعوا. ثم إن هؤلاء المساكين يظنون أنهم محسنون إلى الخطيب، وهم أساءوا إليه، حيث غشوا به الناس، ثم هو سوف يتنكد فيما بعد إذا عثر على أنه ليس ذا خلق ودين، سوف يكون هناك نكد بينه وبين الزوجة وبين أهله وأهلها، ويرجع النكاء الزواج جحيما والعياذ بالله. نصيحتي لهؤلاء أن يتقوا الله عز وجل، وأن يبينوا الحقيقة ولو كان ابنهم، حتى لو كان ابنهم وخطب من أناس وهم يعرفون من ابنهم أنه ذو كسل في العبادة وذو سوء في الخلق، يجب أن يبين ويقول: والله ولدنا قليل الصلاة مع الجماعة وسيء الخلق، قريب الغضب، بطيء الإفاقة من الغضب، فإن شئتم زوجوه وإلا اتركوه، هذا الواجب. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وهذا الذي ذكر السائل من وقوع بعض الملتزمات في مشاكل من أجل هذا الغش أمر واقع وكثيرا ما نسأل عنه. وفي هذه الحال ينبغي عند العقد أن يقال بشرط أن يكون نشترط عليه أن يكون مستقيما في دينه وخلقه، فإن لم يكن مستقيما فلنا الفصل حتى يرتاح، فإذا لم يكن مستقيما فلهم الفصل، لأن استقامة الدين والخلق من الأمور المطلوبة، كما في الحديث: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، ومعنى ومفهوم الحديث: إذا لم نرى دينه وخلقه فلا نزوج. فأقول إذا خفنا من مثل هذا أن نقع في مثل هذه الحال وهو كثير، نقول بشرط أن يكون مستقيم الخلق والدين، فإن لم يكن كذلك فللمرأة الفسخ، ويكون هذا شرطا صحيحا مقصودا قصدا شرعيا إذا لم يكن مستقيم الدين والخلق، فسخ نكاح منه وتسلم منه. نعم. شيخ محمد، إذا صبرت هذه المرأة واحتسبت وأثرت على هذا الزوج بالمحافظة على الصلوات، ألا يكون لها أجر أيضا؟ ما ندري، لكن هل هذا واقع؟ في الغالب أنه أن الزوج يبقى على ما هو عليه، وربما يؤثر على الزوجة فينقص دينها وحماسها للدين. نعم.